يواجه منتخب ليبيا منتخب نيوزيلندا في الجوله الاولى من بطوله كاس العالم لكره القدم داخل القاعه باوزباكستان لكي تشاهد معنا المباراه مع علي فضل في بيزر لايك القناة شكرا لكم مسبقا سوف تقام هذه المباراه على ملعب انديجان يونيفرسال سبورت كومبليكس في تم الساعه 12 ظهرا بتوقيت ليبيا والساعه 11 صباحا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والساعه 10 بتوقيت غرينيتش وسوف تقام المباراه عبر قناه بي ان سبورت وايضا يورو سبورت الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراه تجدون البث في صندوق الوصف عند بدايه المباراه نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناه وايضا تفعيل خاص لتوزع الكل لكي توصل دائما بعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبله واضرب لكم موعد في موعد قادم